عمليات 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 عمليات. سيدي ما حدا عم يرد. خلص لا بقى تحكي مع حدا. اسمعني منيح، رح اطلع لبرا انا وحاول فجر فيهم قد ما فيني لحتى افتح لكم ممر وتهربوا. بس تسمع صوت الانفجار تنفذوا برواحكم، فهمت؟ سيدي بوس ايدك، اي واحد فينا الا انت. رفيق انا ما بفرق عن اي واحد فيكم، اصلا هن بدهم راسي، واذا طلعت لهم رح يلتهوا فيني مثل ما نبهتكم. ها بس تسمعوا صوت الانفجار بتنفذوا فورا. يا سيدي. رفيق نفذ. حاضر. دعيلي. الله يحميك. حاجب بدراسك مثل الهردون، هاد كله ما رح يفيدك. اطلع لهون ولا تعاند، قلت لك هاد يومك. رافق انا بعرفك منيح وبعرف قديش صرت عاتل منا. يا ما قلت لك سلم حالك، يا ما قلت لك انشاك منضم لصفوفنا وانت ما رديت، لذلك حق عليك امتصاص. ابو عبد الله انا رح اطلع وسلم حالي، بس بدك تعطيني الامان. انا ما بعطيك شيء، سلم حالك في محكمه بتمت بامرك. أخيراً وقت يا ضال. خسارتنا كبيرة يا شباب، ثلاث شهداء والرابع هو المقدم رافع. شو بدنا نقول لأهله؟ شلون بدنا نخبرهم؟ ما عم صدق إنه المقدم رافع راح. أهلين بالأبطال. رافع سيدي. عبد الله على السلامة. واحد مثلك بيروح ولعك. الله محييك كمان. هلا بالشباب. عبد الله على السلامة. عبد الله على السلامة. الله يسلمك يا شباب. فعلا مثل ما بيقولوا الحامي الله. سيدي والله رح اعرف كيف نفدت منهم وانت محاوط من الاربع جهات. تذكر يا رفيق انه دائما في شيء اسمه الخطه البديله، مثل ما بيقولوا للاجانب البلان بي.
كيف يعني؟ رح لا يا ابنائي، نحن اليوم طالعين مداهمة كبيرة، وانتو رح تكون فريق الاحتياط تبع هاي المداهمة اللي ما حدا بيعرف فيه. بتضلوا ورانا من بعيد لبعيد وما بتقطحوا معنا، بس اذا تعرضنا لخطر او لأي كمين انتو الوحيدين اللي رح تطالعونا منه. مفهوم؟ مفهوم سيدي. ورح نتفق على اشارة ما حدا بيعرفها غير انا وانتو. هاي هي الاشارة، بس تشوفوها تهجموا، يا قاتل يا مقتول. علم؟ علم سيدي. والله العظيم انت احلى وانضف مخ يا زلمه، اليوم نفتنا كلياتنا من الموت.